هاني عبد الرحمن مدير مكتب المصري اليوم في الإسماعيلية، يا ريت يا هاني تقولي لنا ملابسات هذا الحادث المؤسف. يعني في الحقيقة طبعا أجواء من الحزن بتسيطر على الإسماعيلية. في الحقيقة منذ سمعنا للخبر احنا كنا مع وزيرة القوى العاملة، وكانت هناك أجواء احتفالية بتسلم 11 كرفان لخدمة العاملين بمشروع قناة السويس الجديدة، وجينا طبعا وتلقينا الخبر المحزن ده. في الحقيقة المعهد ضباط صف تبع القوات المسلحة ده بيقع في مدينة التل الكبير، وهو في الحقيقة بيجمع آلاف الطلاب دون ذكر العدد الفعلي. في الحقيقة كان النهاردة معاد الزيارة المقرر للأهالي لأهالي الطلاب. طبعا واضح إن هم بقالهم فترة أكثر من أسبوع أو أسبوعين ما شافوش أبنائهم، حصل تدافع، كان هناك آلاف المواطنين. الطالب له دعوة أو دعوتين لعدد من أقاربه. في الحقيقة الأهالي يعني كانت أسر كاملة بتأتي لرؤية حقيقي المصابين ما بينهم أطفال، يعني في بنت بالضبط. 15 سنة وسيدات مسنات، يعني شيء محزن يعني للغاية. طبعا محزن جدا. في الحقيقة التدافع نتج عنه يعني كانت الأول 6 حالات، وبعد كده ارتفع إلى 8 حالات، واختتم العدد ب9 حالات. خلينا يعني نقول لحضرتك الأسماء اللي وصلت إلينا حتى هذه اللحظة: حنان حسن محمد، أمينة ناجح خير الله، سميحة شحاتة عاشور، محمد الجيلاني، خضرة الحسيني البحراوي أو خضرة الحسين البحراوي، فاطمة محمد إبراهيم، وجاري طبعا التعرف على باقي. احنا أذعناهم بالفعل ولكن ده كان من يعني هل كان من إجمالي العدد كام؟ يعني إيه العدد الكبير اللي أدى إلى هذا التدافع؟ العدد حضرتك تتحدثين عن آلاف المواطنين الذين جاءوا لزيارة الطلاب. التدافع حصل طبعا. أنا عايز أقول لحضرتك بس الأول إن قائد الجيش الثاني اللي هو محمد الشحات راح بنفسه طبعا يقدم العزاء، ووفق المصادر التي لدينا تم فتح تحقيق في ملابسات وظروف هذا الحادث المؤسف في الحقيقة، واللي بدأ بالفعل في عملية التحقيق. خليني أقول لحضرتك إن طبعا القوى السياسية هنا في الإسماعيلية يعني نعت ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا التدافع، بجانب ايضا ضحايا اللي حضرتك تفضلت عليهم من شويه، ضحايا الشرطه اللي راحوا ضحيه الارهاب واستشهدوا ضحيه الارهاب. اشكرك جدا هاني عبد الرحمن مدير مكتب المصري اليوم في الاسماعيليه، والبقاء لله، تعازينا لكل اسر